السلام عليكم، انا دكتوره امل مقيم، مستشاريه في الفسيولوجيا العصبيه في قسم العلوم العصبيه في مستشفى الكلينيكال التخصصي. ارحب بالجميع وحضوركم، شكرا لكم. احنا برنامجنا برنامج الفسيولوجيا العصبيه، وهو تخطيط الاعصاب السطحي، تخطيط الاعصاب، تخطيط الدماغ، تشمل تخطيط الدماغ، تخطيط البصر، تخطيط السمع، تخطيط الاعصاب الحسيه للاطراف الحركيه في اليدين والرجلين. بداية مع برنامج تعاوننا مع القصيم كان في تخطيط الأعصاب للدماغ أو تخطيط الـ EEG، كذلك كان في الطائف. فإحنا بدأنا نركز أول حاجة على تخطيط الدماغ. تخطيط الدماغ أو الـ EEG زي ما كلنا عارفين أنه مهم لتشخيص حالات الصرع، إذا تعامل بطريقة صحيحة، مو مجرد معرفة وضع الإلكترود أو الصفائح الإلكترونية في الدماغ ومجرد هذا تخطيط. لا، أحيانا لازم يعني اللي الأخصائي اللي يعمل التخطيط يكون عارف كيف طريقة عملها بطريقة صحيحة حتى تتجنب المشاكل اللي ممكن تعطي بعد ما ينتهي التخطيط. مثلا يكون فيها ارتفاكت، يكون فيها أشياء تشبه التشنجات، في لما يخلص الأخصائي التخطيط يعطيها للطبيب اللي يقرأ التخطيط الـ EEG يشوف فيها أشياء تشبه التشنجات، فالطبيب ما يعني يكتب العلاج، وممكن يأثر على أشياء سلبية للمريض بوصف علاج ما يحتاجه. إحنا مهمتنا إنه نعرف إنه نسوي التخطيط بطريقة صحيحة، هذا أهم حاجة. ليه؟ لأنه في أشياء تشبه الصرع وهي ما هي صرع، لازم نعطي دورات تدريبية للأخصائيين، هذا أهم حاجة في البرنامج التخطيط الأعصاب. إذا عرفنا هذا الشيء بعد كذا نقدر على أساسه تسلسلات أخرى. للأسف كنا إحنا لما رحنا للقصيم وللطايف عندهم أخصائيين بيسووا شغل طيب، لكن للأسف التخطيط مو صحيح، مو التخطيط اللي احنا نبغاه. احنا الفكره من هذا البرنامج انه زي ما قلنا نقلل عدد المرضى اللي يجوا للمستشفى، احنا نبغى نيجي ندرب عندكم او انتم ترسلوا ناس ندربهم، بحيث انه المريض لما يجي يسوي التخطيط ما يحتاج نعيده. مثلا اذا سويتها في المستشفى مثلا جيزان، ولا في مستشفى القطيف، ولا في المستشفيات الموجوده انحاء المملكه. الفكره انه انت تقدر تسويها بطريقه صحيحه سليمه، ترسل لنا ممكن التقرير احنا نقراه وخلاص كانه تسوى في المستشفى عندنا، او انك انت تبعث لنا ناس من عندك ندربهم، او احنا نجي وندربهم زي ما سوينا في القصيم وفي الطايف. هذا بشكل عام يعني البرنامج. بل في البدايه احنا الهدف في تخطيط الاعصاب اللي هو تخطيط الدماغ. اذا وصلنا لمرحله ان شاء الله الهدف انه كل تقريبا المستشفيات على الاقل المستشفيات الكبيره بدات تسوي التخطيط بطريقه صحيحه، ممكن ننتقل للنقطه للتخطيط الثاني، مثلا تخطيط البصر، تخطيط السمع. متاكده انه اعظم المستشفيات اللي موجوده الان معانا عندهم الاجهزه، بس هل في اخصائيين يقدروا يسووها بطريقه صحيحه؟ هل في شخص او طبيب يقدر يقراها بالطريقه الصحيحه بحيث انها تقلل من عناء السفر للمريض انه يجي المستشفى الملك فيصل؟ لانها يعني متاكده انها اشياء مره سهله تتسوى من عندك يعني في المستشفى عندك. اي سؤال من الشباب؟ فيها عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بخصوص برنامج تخطيط الاعصاب، عرف نفسك. عبديلا. اي عبديلا. بخصوص تخطيط الـ EEG، هل في مرونة بالنسبة أنه ممكن الدكتورة تجي تسوي هنيها دورة تدريبية مثلا احنا ما عندنا اخصائيين تخطيط، ولكن عندنا تمريض ولكن ماخذين دورات، بس هل التخطيط اللي يسوونه صحيح او لا؟ ما ندري. احنا نحتاج شوف هل ممكن احنا ممكن نجي، بس شوف هي جايه واحده، يعني احنا عندنا برنامج لتدريب الاخصائيين تاخذ لها تقريبا يعني سنه ونص الى سنتين. طيب، لكن احنا نقدر نجي وندرب باستمرار شخص واحد او شخصين بالكثير على اساس هم اللي يكونوا مسؤولين عن التخطيط عندك، يعملوه بطريقه صحيحه. بس ما ينفع مثلا نجي اليوم بعدين نجي بعد 6 شهور، يعني اللي تعلموا اليوم حينساه لين 6 شهور، عرفت؟ فلازم تكون دورات مكثفه باستمرار، يا اما احنا نجيكم او انت تبعتها او احنا نسويها بالتلي ميديسن زي كذا كونفرنس، نكون جالسين ونوري باستمرار محاضرات وشغل عملي او كلينيكال يعني. طيب احنا ما عندنا مشكله. تفضل. الله يعطيك العافيه، سعيد زراني معك الباحه. اهلا وسهلا. الصوت واضح؟ واضح. تبغون اجيكم الان؟ جيناكم ترى، احنا عندنا حظ. ايه
الله يعطيك العافية إن شاء الله. بالنسبة للبرامج التدريبية، إحنا أرسلنا شخص قبل المرة هذه للإيكو وتم الرفض من قبل. طبعاً أنا عارف التدريب يجي. كم ممكن فترة الدورة اللي ممكن إحنا نرسل لكم شخصين وكذا، كم يستغرق يعني عندكم شهر شهرين؟ شوف احنا مشكلة الدورة عندنا شوية يمكن حتكون صعبة. ليش؟ زي ما قلت لك احنا عندنا فتحنا كان اوريدي مفتوح برنامج تدريب للاخصائيين على التخطيط لفترة من الزمن كان مقفل، الحين رجعنا فتحناه وانا رئيسة البرنامج. يجونا لمدة سنة ونص إلى سنتين تدريبيا، فإذا أنت حابب أول ما يرجع يفتح البرنامج مرة ثانية ممكن تبعث لنا، يقعدوا عندنا سنة ونص يصيروا يعني كواليفايد أو عندهم حتى شهادة معترفة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويكونوا عندكم. أنا عندي اقتراح دكتور، ممكن تعطينا مثلا كراسي للهيلث أوتريتش لما تعمل مثلا نختار اثنين أو ثلاثة مقاعد مثلا ونختار المناطق بحيث انه هم اللي يدربوا ايضا يساعدونا في التدريب. يعني اختراع قرار الكراسي شوية صعب، لكن خلينا لانه احنا مع جدة نفس الشيء تخصص جدة، ففي اوريدي كراسي محجوز لانه في السنة حناخذ يمكن 6 اشخاص فقط او 7 بالكثير. في كراسي حتكون حجينا من جدة ندربهم لتخصص جدة. نعطي كراسي ممكن بس يكون خليها في الاعتبار. اكيد خليها في الاعتبار على اساس انه لو قلنا كل سنه زادوا اثنين كذا الطريقه هذه تنفع باذن الله. اذا جابوا الكراسي حقتهم اذا منباحه وبارده معليش كيف ما في مشكله يجيبوا الكرسي بكل معداته يعني بكل تكاليفه بس يحطوه على مسار على رحله الساعه.